الشركة التي يحكمها منذ مدة طويلة منذ نشأة الديمقراطية في أمريكا إلى اليوم فقط حزبين الجمهوري والديمقراطي. لا يحق لأي كتلة جديدة أو قائمة جديدة أو حزب جديد أن ينافس في الانتخابات الأمريكية، هذا واضح. كل ثروات النفط، كل الماكينة الإعلامية والمخابراتية هي بيد النظام الحاكم، هيمنة إعلامية على أمريكا أبنية ثروة، وبتعبير نفس الشعب الأمريكي 99 مقابل 1%، 1% هم أصحاب الثروة والسلطة والأمن والإعلام. هذه أمريكا التي تدعي الديمقراطية. هل يحق للفقراء أن يصبحوا رؤساء في أمريكا؟ هل يمكن لفقير يمتلك شهادة، خبرة، تجربة، نخبوي، تقنقراط، يريدون تطبيق التقنقراط ورئيسهم ترامب؟ هذه هي المغالطة الأمريكية معنا.